يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الاعتداء في الدعاء؟ الاعتداء في الدعاء أن يدعو على أحد لا يستحق، يظلم الناس يدعو عليهم، يدعو كذلك على أولاده أو على زوجته، هذا من الاعتداء في الدعاء. أو يطلب شيئا لا يصلح له، كان يطلب منازل النبيين والرسل، هذا من الاعتداء في الدعاء.